أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي السيد فيصل بن سلطان القباني مساء أمس الأحد حفل استقبال في فندق كامبيسكي بالاس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية. وأجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الجمعية الوطنية السيد دليتا محمد دليتا ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري إلى جانب وزراء العمل والداخلية والصحة ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة في مقدمتهم عميد السلك الدبلوماسي سفير الجمهورية اليمنية في جيبوتي السيد عبد الله بن مسلم السقطري. كما شارك في الحفل الذي دابت سفارة المملكة على تنظيمه سنويا ممثلو المنظمات الأممية والخيرية وعدد آخر من المسؤولين المدنيين والعسكريين وشخصيات ثقافية وإعلامية. وكان في استقبال المدعوين سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي السيد فيصل بن سلطان القباني محاطا بأقرب معاونيه لا سيما الملحق العسكري العقيد عبد الله شار الكعبي إضافة إلى السيد عبد الهادي العتيبي مساعد السفير السعودي. وتوج الحفل الذي قدمه مدير مكتب السفير السعودي السيد عبد العزيز الحربي بقطع كعكعة المناسبة في أعقاب النشيد الوطني للبلدين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية. وتقدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تربط علاقات وثيقة مع جمهورية جيبوتي تطال مختلف المجالات. يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام، فالأول من الميزان من كل عام يظل يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ وفي وجدان كل مواطن سعودي. ففي 19 من شهر سبتمبر عام 1932 صدر أمر ملكي لإعلان توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية. فهذا اليوم الذي وحد فيه المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد
راعية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبفضل من الله استطاع هذا القائد أن يقود بلاده وشعبه إلى الرخاء والازدهار، متمسكاً بعقيدة التوحيد ومتبنياً الإسلام منهجاً وأسلوباً للحياة. ثم حمل الراية من بعده أبناؤه البررة، واستمرت مسيرة النهضة والتطوير على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، فحمل الأمانة وعضد البناء للدولة الحديثة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة تؤثر في حفظ أمن العالم واستقراره بحكم موقعها الاستراتيجي وثقلها الروحي ومكانتها الاقتصادية التي أهلتها لتكون إحدى أقوى اقتصاديات العالم وعضواً في مجموعة العشرين. واليوم تعيش المملكة نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات من خلال رؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، كما شرف المملكة سبحانه وتعالى احتضان الحرمين الشريفين وجعلها قبلة للمسلمين، حيث سخرت جميع الإمكانيات للعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة وعمارتها لتوفير وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن. كما يطيب لي في هذه المناسبة أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، والتي تشهد تميزاً وازدهاراً يوماً بعد يوم على كافة المستويات، نتج عنها تحقيق أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون في كافة المجالات. كما يطيب لي هنا ذكر الجهود المتميزة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر قيلة وحكومته على الدعم الكامل لمواقف المملكة في القضايا الإقليمية والدولية. إنه لمن دواعي الفرحة والسرور حضور هذا الحفل الكريم الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جمهورية جيبوتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93، وأنتهز هذه الفرصة السعيدة لأقدم لسعادة الأستاذ فيصل بن سلطان القباني سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي باسم الحكومة الجيبوتية وأصالة عن نفسي أطيب التهاني والتبريكات، متمنياً للشعب السعودي الشقيق مزيداً من الإنجازات ودوام التقدم والازدهار. تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونحن نشيد بالروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات القوية التي تربط بين القيادتين الحكيمتين فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي وأخيه خادم الحرمين الشريفين، ويتجلى ذلك من خلال التواصل الدائم والتشاور المستمر في القضايا التي تخص المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. ونحن نتطلع إلى مستقبل مزدهر لهذه العلاقات التي تتعزز باستمرار على كافة الأصعدة وعلى مستوى المحافل العربية والإقليمية والإفريقية والدولية. وتحظى العلاقات السعودية الجيبوتية باهتمام ورعاية من قبل قيادتي البلدين، مما ساهم في تطورها وازدهارها في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد نثمن عالياً حرص حكومتي جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية على تعزيز هذه العلاقات الأخوية وتطويرها مما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما. وختاماً أتوجه بالشكر لسعادة السفير وأعضاء السفارة ولكم جميعاً، وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير، وتحيا العلاقات السعودية الجيبوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.